جزاكم الله. سؤالها الأخير تقول: أحيانا أصوم الاثنين والخميس ولله الحمد والفضل، لكن قالت لي والدتي: كيف تصومين وأنا وأبوك غير راضيين عنك؟ فهل علي إثم؟ وهل يجب استئذان الوالدين في صوم التطوع؟ فيقول: تقول الوالدة بسبب رفضها إنها تخاف على صحتي، بالرغم أنني معافى وبصحة جيدة ولله الحمد. على كل حال، إذا لم يكن على الوالدين ضرر في صيامك، يعني تقصري في حقهما أو في خدمتهما، فلا بأس أن تصومي، وعليك أن تقنعي والدتك بأنك تستطيعين الصوم وأنك تريدين الأجر والثواب، ولا أظنها تمانع في ذلك إن شاء الله. نعم.